مستمعينا مستمعاتنا، واللحظة هي لحظة الطبق اللي كانت شاركوا معكم الحداقة ديال المغربيات والحداقة ديال العيالات ديال الدار، الفنات الزوينات الغزالات ما كيبخلوش علينا أكيد بهذه الاقتراحات. معنا اللي نجات من نادور، صباح الخير. صباح النور الحبيبي، زين ايامك؟ واش اخبارك؟ الله يسلمك. مزيانة الحمد لله. حبيبة ديالي اش اخباركم نتوما؟ الحمد لله الحمد لله بكم. نهار كبير هذا عندي اللي شاركت معاكم. ربي يخليك لاله نجات والله يكبر بك. تحنا نهار كبير لاله نجات. شنو بتقترحي علينا اليوم؟ اليوم الجمعة نبغيو شي طبق. ديالي عندي هذا على دركا العيد وقوة اللحم ديال الحولي وهذا، قلنا نختاروا طبق ديال الحوت. الحوت واخا ديال كنقولوا له حنا صنور ولا الفرخ. صنور ولا ايه واخا كناخذوا من البلاصه اللي ما فيهاش الشوك. ايه كتغسليه مزيان، كديري ليه شويه ديال الخل والملحه. ايه رقديه واحد نص ساعه هكذاك. ايه كتعاودي تهزيه بحال كتشليه تشليله خفيفه. انا معاك. كتشر مليه. ايه باش كديري الربيع كبر المعدنوس. الربيع ايه مدقوقين. مدقوق على ديري ديك بحال كركوبه ديال الثومه كامله ماشي كبيره بزاف، بين وبين كركوبه ثوم متوسطه. ايه هذيك متوسطه. ايه كدقي هاد المقادير، كتزيدي عليهم الكمون معلقه كبيره. الكمون معلقه كبيره. معلقه صغيره ديال الابزار. معلقه صغيره ابزار. تشميره حتى هي معلقه صغيره. معلقه صغيره. ايه الملحه ماشي بزاف. ملحه نص معلقه هكذاك اللي ما كيكثرش الملح. ايه وحنا راه قبل رحنا رقدنا هذيك الحوته في الخل والملحه. الملحه والخل والحوت راه في واحد النسبه شويه ديال الملحه داكشي نديرو شويه الملحه. ايه كديري شويه ديال القزبر يابس. القزبر يابس واحد معلقه صغيره. ايه كديري شويه جوج معالق هكذا كل ديال الخل. اها كبار صغار؟ لا معلقه كبيره. اها معلق جوج معالق كبار خل. جوج معالق كبار ديال الخل. ايه وكديري نص حامضه معصوره. نص حامضه معصره. ايه كتخلطي هاد العناصر كامله. وكتشرملي داك الحوت. ها هو تشرمل ويشرمل الحوت. وتشرمليه وتخليه جانبا. عاد ما داب السيده الا دارته باللي شرملاته بالليل ودارت ليه السلوفان وخلاته في الثلاجه عاد حسن. احسن وكيتلقى حتى داك الماء ديالو. كيتلقى داك الماء ديالو. الله يرضى عليك. ايه كندوزو البصله بحال تقريبا نص كيلو ديال البصله. نص كيلو بصله. ايه كتقشريها. كتقطعيها في النص وكتضربيها من الراس بحال لا باش ما كيجيوش دوك الخيوط في البصله. تعديتي على هاد البصله هذه. عاودي ليا عاودي ليا الطريقه ديال العنف اللي عنفتي هاد البصله الله يسهلها لك. كتقسميها في النص. ها هي وكتبداي تبعيها من الراس ديالها باش كتشن فيها من الراس ديالها. أيه. باش ما الا شنفتيها من الجهه الاخرى كتجي كتلق دوك الخيوط. فهمتيني؟ فهمتك. دابا بانت لي الصوره ديالي. أيه. كنديروا الطاجين. انا من الاحسن. انت من عشاق الطاجين. كله والذوق ديالها. انا عندي الطاجين ديال الحديد. اييه كيجي رائع زعما وما كيحرقش وهذا. كندير هذاك الطاجين. كندير كاس ديال الزيت هذا زيت الروميه. كاس زيت الروميه كاس صغير. حيت الحوت كيكون شويه هذا ما كيطلقش عليه دم. واخا كندير ذاك الكاس ديال الزيت. كنبدا نصهد في هذيك البصيله. ايه نصهدوا البصله. ايه صافي كنصهدها مزيان حتى كتبان وتدخلها الطيوبه شويه. حيت كنكون ناقصه البوطه، انا ما كنجهدش البوطه وكندير الحديده تحت الطاجين. أيه. كندير واحد الحديده تحت الطاجين. اي ضروري هذيك الحديده تحت الطاجين العادي. أيه. وكنكون حبيبه ناقصه النار بزاف. اذا ناقصه العافيه. واخا كيبان عين الحبوب ديالها. ايه حتى ديك البصيله كطلق وترطاب وهذا. كندير واحد المعلقه ديال السكر. نزيد معلقه كبيره. معلقه كبيره سكر ونزيد نعاود نحركها مزيان. ايه صافي كنستف هذاك ملي كنصيب البصيله بحال لا طابت حيت الحوت ما كيطيبش بزاف. الا طاب الحوت الا فات ربع هذا ربع ساعه ولا 20 دقيقه كيولي ناشف. كيجي صافي كنستف هذاك الحوت. مزيان فوق هذيك البصيله. كنكون غاسله سميتو الزبيب. واحد الكاس ديال الزبيب تقريبا عامر. اذا كاس زبيب. كنكون غاسله مزيان ومنقياه من
العلفه ومن كل شيء كندير عليه نص معلقه ديال القرفه. نزيدوا عليه نص معلقه صغيره قرفه. نص معلقه ديال القرفه وكنزيد عليه واحد المعلقه ديال السكر صغيره. ونزيدوا معلقه صغيره ديال السكر. صافي كنستيه بحال هكا بحال كنخلطو حتى كينسجم. كنكون دايره ديك الرابعه ديال المطيشه ولا دوائر. واخا ناخذوا اذا ناخذوا رابعه مطيشه شحال تقريبا؟ غنقول جوج مطيشات تقريبا. تقريبا جوج مطيشات كبار ولا حتى ثلاثه هكا. اييه دواور ها هما كنديرهم دوائر. اييه كنحطهم فوق الحوت. وكنزوق بهذاك الزبيب من الفوق. وكندير اللي كيبغي الفلفله حاره كندير ديك الفلفله الشاونيه ديك الحمراء. كنستفها حتى هي تندير شي ثلاثه ولا اربعه فوق سميتو. وكنزيد نص كاس ديال زيت الزيتون. اييه نص كاس تقريبا. نص كاس ديال زيت الزيتون كنديرو من الفوق. صافي كنغطي بواحد هذا بواحد البلاستيكه. لا يا بنتي عفاك ما ديري لا بلاستيك لا والو الله يسهل عليك. كندير حبيبه السلوفان زعما اللي ناصح به هذا. ما ديري والو انا جات الله يسهل عليك. راه حنا كنقولوا هاد الامراض منين كتجينا وهذا الشيء منين كيجينا. انا هذا نداء مني ولكل السيدات اللي كيستعملوا البلاستيكه في طاجين باش يطيب دغيا وما يطيبش هاد الطاجين كاع دغيا. شنو بغى يزربني على هاد الطاجين؟ كنديرها حبيبه ديالي دائما. الله يرضي عليك لا ما بعدي على هاد المساله. انا جات شكرا. واخا اذا نزيدوا تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون. ياك لاله زيت الزيتون صافي. وكنغط ما كنديرش الماء انا كاع. لا حتى ان الماء ما كاينش. غادي يطلق الماء. هذيك المطيشه غادي يطلق الماء صافي. وكنغطي عليه حتى كيطيب. كنخليه يشرب كنخليه حتى كتبقى كتشوفي غير ديك الزويته اللي بدات هذا. لحقاش ملي كتجي تغمسي كتصيبي شويه الروا في البصيله وفي هذا. راه كيجي رائع. اوكي داك اللوغو ولا الذوق ما بين الحار والحلو. كيكون روعه لاله. تبارك الله زعما ويجربوا السيدات ويردوا عليك الاخبار. تبارك الله عليك لاله. عندي حبيبه ديالي نزيدك شي حاجه. ايه مرحبا لاله زيد. عندي حبيبه ديالي كنقولوا حنا الحميضه. ايه الحميضه نعرفها. ايه الحميضه. كنجيب دوك جوج قبطات. كنغسل كنقيهم. كنغسلهم مزيان كيكون العود ديالهم طري وهذا. كنقطعهم رقاق بحال شكل البقوله ولا. كنزيد حبيبه ديالي داك نص كيلو ولا دوك جوج قبيطات ديال الملوخيه. اذا نزيدوا جوج قبطات ملوخيه. كنكون غاسلاهم حتى هما ومحيده ليهم ديك الشاشيه الفوقانيه. ها هما مغسولين ومحيده الشاشيه. ايوا صافي كندير كل شيء في الكوكوت. معاش مع الماء مع شنو؟ لا انا جايه هذا كندير سميتو حامض هذا نص حامضه مصيره مع نص كنقطعها باللب ديالها بكل شيء. حامضه مصيره مقطعه. هي مقطعه كنديرها حبيبه ديالي. هذا كاس بين زيت الروميه وزيت البلديه اللي بغى يسبق الزيت البلديه في الاول اما انا كنخليها حتى للتالي. واش كاس زيت فيه روميه وبلديه ولا كل كاس بوحده؟ لا كاس زيت فيه روميه وبلديه. يعني اللي بغى دير غير نص كاس ديال الروميه وتخلي البلديه حتى للتالي. واخا اييه. وكندير الثومه. كندير راس كامل مقشر بلا ما كنقطعو غير كنرمي كل شيء هذاك الشيء عشوائي. غير الملوخيه غير اسمها اللي كنقطعها. الحاجه العشوائيه راه كتطلع بهذا البلاصه. كندير حبيبه ديالي معلقه ديال الكمون. معلقه كبيره صغيره؟ كبيره تكون. لا كبيره. كمون اييه. والبزار كندير نص معلقه صغيره. البزار نصف معلقه اييه. وكندير التحميره ديك الشاونيه الحاره حتى هي كندير نص معلقه. التحميره نص معلقه. صافي هادو هما المقادير اللي كنديرو مليحه غير قليله لحقاش المصير فيه الملح. واخ ما كنكثرش الملح بزاف. كتسدي الكوكوت؟ صافي كندير هاد المقادير ونسد الكوكوت ونقص عليها العافيه جد زعما حتى جد النقص. نعم لحقاش انا بطبيعتي ما كنديرش الماء. واخ صافي كنسد عليها ونخليها مره كنحرك الكوكوت كنحس بها راها فيها سميتو. صافي حتى كنحس بها طابت. وكنشدها كنحل سميتو. كنزيد زيت الزيتون. ونبقى نشرمل فيها. كنخلي نص قبطه ديال المعدنوس. وربع قبطه ديال
القصبر. اذا غتعاودي عاوتاني مقادير اخرى؟ نص نص. لا لا غير هذا، غير سميته المعدنوس. ما المعدنوس والقصبر كنخليهم هما التاليين حتى كنطفي عليها. هما الاخرين غير كنطفي عليها وكنرميه ثاني ونحرك واحد جوج تحريكات صافي. حتى كنخليها كنبقى نحرك فيها حتى كتبدا الكوكوت كتحسي بها بدات تبدا تصفار من التحت. اييه راه كتجي حتى هي رائعه. تبارك الله عليك على هاد جوج اقتراحات اقترحتي علينا. هاد الحميضه هادي القليل اللي كيطيبها للنجات، ماشي كلنا كنقدروا نتجرؤوا عليها. صح، هي غير الا تغسلات وتنقات مزيان يعني نرتاحوا من جهتها. هذا لا لا غير تغسل عاد كندير انايا واحد في التالي ملي كنبغي ملي كنشللها وهذا، اما كندير قطره ديال هذا خل الخل. أيه. هو اللي كندير زعما أيه. كندير الخل وعاد كان صافي كنقطع هذيك الساعه مباشره باش تيلا كتشي حاجه الجراثيم كتمشي. وانا كنغسلها مزيان، كنغسلها حتى سبعة الغسلات. نعم لا ضروري ضروري حتى سبعة الغسلات. نعم هي والخبيزه هي والرجله هادو كلهم كيحتاجوا للغسيل والتنقيه مزيان. شكرا لك لالا نجاة، كنتي معنا من الناظور. تحيه لك وتحيه للناس ديال الناظور، من خلالك مواصلين معكم.